السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم معي في حلقه جديده من قناه زيتوني. الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه شحال قدرت نربح من الموقع ديال اونلاين ستوك اكسشينج. هذا الموقع هذا اللي سبق لي نزلت عليه الفيديو الاولاني اللي شرحت لكم الطريقه ديال العمل فيه وكيفاش تقدر تشري فيه اسهم وتربح منهم، ونزلت الفيديو الثاني كاثبات سحب هذا الموقع هذا. اما الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه شحال قدرت نربح في هذه الفتره كلها ديال المال من هذا الموقع هذا. فلك تمتم بالامر، تبقى معايا بعد الفيديو حتى الاخر باش ما تفوتكش شي معلومه. ولا كنت زائر جديد كنقول لك استقرا عزيز باش تصاوب ديك الزر الاحمر اللي كاين في اسفل الفيديو، ضغط عليه واشترك معنا وتنسى تفعل ديك الزر الصغير باش يوصلك اي فيديو حتى القناه مباشره. طيب الحال عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد زياره ديال لايك، تعليق مشجع في اسفل الفيديو، ولا عندك سؤال غادي نخليك رابط ديال الانستغرام ديالي في اسفل الفيديو، دخل ديك الرابط طرح لي سؤال ليك وغادي نكون سعيد جدا نجاوبك عليه. وباش ما نطولش عليكم في المقدمه بزاف ندوزو مباشره للشرح. وكما كتشوف يا صديقي العزيز الموقع ديالنا اللي غادي نشوفو اليوم الاثبات السحب ديالو اللي سحبت منه المبلغ اللي عندي الاجمالي في هذا الموقع هذا هو هذا الموقع اللي سميتو بورصة عبر الانترنت. فصافي الارباح ديالي من هذا الموقع هذا كما كتشوفوا هي 164 دولار، ومتاحة للسحب اللي نقدر نسحبها حاليا هي 161 دولار. وكما كتشوفوا اول مره كما خبرتكم في الفيديو السابق اللي غادي نخليكم في اسفل الفيديو سواء بغيتو تشوفوا ديك الفيديو كيفاش طرقت العمل في هذا الموقع هذا بالنسبه للاشخاص اللي يلاه تزادوا معنا مؤخرا. فكما كتشوفوا اول مره كنت شريت جوج الاسهم كما كتشوفوا في هذا المكان هذا، والقيمه ديال كل سهم هي 3 دولار، يعني جوج الاسهم كانت ب 6 دولار. فانا استثمر في هذا الموقع هذا ولحد الان فانا واصل 164 دولار في هذا الموقع هذا. وكما كتشوفوا صافي الارباح ديالي هي 164 واللي متاحه للسحب هي 161 دولار. اما بالنسبه للطريقه ديال السحب من الموقع هذا فراه كاين بزاف ديال الطرق ديال السحب، يعني تقدر تسحب مع الباي بال، تقدر تسحب من بيتكوين. اما دابا غادي نوريكم انا يعني المبلغ اللي سحبت من هذا الموقع هذا. كما كتشوفوا حاليا عندي كما قلنا 164 دولار تقريبا 165 دولار. اما المبلغ اللي سحبته على الباي بال ديالي فهو هذا كما كتشوفوا، باي بال ديالي هو هذا. فانا عندي بعض المشاكل ما نقدرش نسحب داك المبلغ حاليا على الباي بال، فغادي نسحبو على البيتكوين حيتاش هو كيدفع البيتكوين وكيدفع بالباي بال. فكما كتشوفوا الارباح ديالي من هذا الموقع هذا كما كتشوفوا عندي هنايا كما كتشوفوا 3 دولار 9 3 9.75 تقريبا 10 3 في 9، وكما كتشوفوا واحد المبلغ اخر كما كتشوفوا ديال 10 هنايا. اما المبلغ اللي كنت سحبت اول مره في الفيديو اللي فات فكان 6 دولار، غادي نوريكم سوايا كما كتشوفوا. كما كتشوفوا البشارات طارق، يعني اللي رجعت للفيديو السابق اللي كنت ثبت لكم فيه السحب من الموقع هذا، الا كنتو شفتوا راني سحبت من الموقع 6 دولار كما كتشوفوا هي هذه، وكانت من البشارات طارق اللي هو هذا. فتقدروا ترجعوا للفيديو الاخر، فانا نخلي لكم الروابط كلها في اسفل الفيديو بالنسبه للاخوه اللي بغاو يدخلوا لهذا الموقع هذا يستثمروا فيه. فنخلي لكم الروابط ديال الفيديو اللي شرحت فيه طريقه الاستثمار في هذا الموقع هذا، ونخلي لكم الرابط ديال الموقع، ونخلي لكم التفاصيل كلها في اسفل الفيديو. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، وكنتمنى من الله يكون توفقت في شرح هذا الفيديو هذا. وما قليل نلقاكم في فيديو اخر. استودعكم الله الذي لا تدع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.